ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحوت ليوم الثلاث 7 فبراير، 7 شباط، 7/2/2023. هتكون النهاردة انت ساهل جدا، متسامح جدا اكتر من المعتاد، وهيساعدك الناس اللي حواليك اللي قريبين منك بكل ده. هتتأكد بس من انك بتاخد حذرك، حتى لو كنت بتشتغل في اي حاجة مجهدة في يومك ده هتبتدي تخاطر شوية بأنك تلاقي شوية ضغط عليك وعلى عضلاتك وعلى جسمك. حتى هكلماتك النهاردة مفيش فيها أي مشكلة، ومش ممكن تزعج أي شخص من الأشخاص اللي حواليك، بس خليك حاذر دايما، في بعض الأحيان انتقي الكلمات بشكل مثالي. هتتطلب النهاردة كتير من شريك حياتك، على الرغم من كل الأوقات اللي كانت جاية في الفترة اللي فاتت كانت شاعرية بالنسبة ليك، إلا أنك هتبتحتاج تخصص وقت شوية لبعضكم عشان تشوفوا أحلام بعض وتعرفوا تجيب ثمارها بشكل مثالي أكتر. بالنسبة ليك هيتم اختبار إحساسك في الواجبات اللي عندك، لكن من خلال أنك تواجهها وجه لوجه. هتبتدي تشتغل علشان تفرز كل مشاكلك بشكل مثالي، هيكون عندك حكمة لو حبيت تبعد عن مناقشات كتير فيها مشاكل كتير ما بين زملائك. هتوصى بأنك تشتغل بمفردك في الفترة اللي جاية. بالنسبة ليك النهاردة توقعات العشرية الأولى مواليد 19 فبراير ل 28 فبراير. عندك تكوين الكواكب بيبقى بيفضي لأنك تقرأ وتبقى عندك حرف يدوية متنوعة. بيفضل أنك تجتمع اجتماعات حلوة ودية فيها دراسات فيها أبحاث تعتبر مفيدة ليك بشكل كبير. بالنسبة ليك النهاردة توقعات العشرية الثانية مواليد 1 مارس ل 10 مارس. هتبقى تدرك ان في تفاني بيتطلب منك حد ادنى من انك تنظم نفسك بشكل عملي اكتر. كل ده هيضع قدامك النهارده وهيضع قدام اشخاص بيحبوك مواقف كتير هتتطلب منك بس انك تبسط المشكله اكتر او حتى تحلها، بس لازم تتكيف مع كل التعديلات التقييديه اللي بتبقى في يومك ده في بعض الاحيان. بالنسبه ليك النهارده توقعات العشريه الثالثه مواليد 11 مارس ل 20 مارس. هتبتدي تفتقر شويه لثقتك في نفسك، واحيانا هتبتدي تحس انك مش في المكان الصح. هيبقى عندك تطور وحش شويه تجاري شويه، لكن هتظهر من خلاله انفاق واضح ودقيق، فهتتراجع في بعض الاحيان عن انك تشتري حاجات ملهاش داعي النهارده.